معلم 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 المعلم تكلم ايش داك الشيء لمن واش بغيتي تكلم المعلم ايش داك الشيء دابا نقم منك سعد بزر الاصبع على اللي دخل جو بديتي كل الاصبع كيفاش انت تجي كل الصباح واخا اوكي فوق شوف فوق ما فوق ما تكون هنا قريب دوز صافي تصاوب لي فطور وداك الشيء غنصوبك فطور اللي بغيتي شنو احسن فطور عندك انت عزيز عليك شنو ابلاتي البيض 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 كرو البيض البيض مزيان كرو البيض شنو الفطور عندك انت اللوكس شنو هو اللوكس معلم كل مره عادي عادي ما عندي شي حاجه سبيسيال واخا ما عندكش ما شي حاجه لا اتاي داكشي العادي اللي كيفطروا فيه الناس كاملين واخا سيدي بعد الصباح سعد مزرد معنا كاينه اللي بغات تهضر معاك ليا اكرام اكرام عندها ليك واحد المفاجاه قالت لك خديجه كليميني في الواتساب شكرا ماشي كليميني بارك الله فيك معلم يا معلم اش بغيتي اكرام وي بو اكرام هضري مع السعد قولي شوي تقولي يلا داك صباح الخير سعد صباح النور كي صبحتي لاباس عليك صباح الحمد لله وانتي دونك انا تري زوغو باش كل يوم معنا في الراديو بغيت نقول لك تبارك الله عليك والمعلم على توتالمون ديفيرونط على انتي وتبارك الله عليك وديما كتجيب لنا الجديد دونك وجدت لك واحد لو بويم نتمنى يعجبك ثانك يو دونك سي اون بيتيت ريبريز ديال المعلم ولكن بأسلوب ديالي اوكي معلم وقلبي فيك تعلق ينبض وانت تغني ما يرضى عنك يستغني واللي كلمك ما يقدر ينوم من ما يسهر وما تسمع اللي يرضيك انت معلم سعد معلم وحنا في صوته نستسلم لسكت هو يغني عيوننا ديما عالي واللي سمعه ما يقدر يجيله النوم ما يسكر وما تسمع اللي فرحك معلم نظرة واحدة من سعد يخلي الدنيا ليا تضحك هو اللي الفن عبارة يخلي العيون أهلا كل حيرانة انت معلم تستاهل مليون لايك يا اللي حليتي اول لايك اه جولي ز سي تري بو معلم اكرام ياو اكرام ثانك يو ثانك يو ثانك يو اكرام ثانك يو ثانك يو ثانك يو جوست بور تو دير سي با لا بروميير فوا كنكتبك ان بوين من تكون عقلتي عليا في 2013 بيان سور عقلتي عقلتي عليا بعدا معلوم سي فريمون بليزير معلوم عقلت عليك كنتي معنا دستي معنا ياك حيت راه كانت الحلقه ديالي هادشي علاش الحلقه دونك ميرسي وعندي ليك بغاو نقول لك واحد الطاقم ديال الاصدقاء ديالي بغاو يقولوا لك بس سلام لهم الصباح سلام لهم الصباح بس سلام لهم صفحوا لهم الصباح على يتخرجوا ميرسي بوكو شكرا اكرام اي كان داز معنا هذه تحريره هذه بحال تحرر ياك بحال النار ديال التحريره سلام لهم الصباح سلام لهم ميرسي اطوا ميرسي اكرام صوفيا صباح النور صباح النور صوفيا بخير تو بيان واش عادي كي نغلب البنات كيعيطوا على قبلك المعلم صوفيا هضري مع السعد كومون تي فا سعد بخير الحمد لله وانتي لاباس الحمد لله بغيت نقول لك جيت الفان ديالك هذيك السنين وكتعجبني بزاف 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 وكتحمقني وكتعطيني الله يحفظك صوفيا شكرا ايه عجبتني المعلم بزاف سي ديفيرون دينتي مي ديما بلي توش دي سعد ماروكان معلم معلم انت معلم واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم هاد الصباح غادي نسمعوك واحد الاغنيه هادي المفاجاه درتك عليها في الاول كاين واحد كاين زكريا ويجدان واخا غنوا لك واحد الاغنيه ما غنسمعوهاش كامله غنغنيو غنسمعوا منها غير شويه واخا كاليتي بشجله غير على قد الحال مسلم لهم الصباح شكرا لزكريا ويجدان اللي كانوا باغيين يجيو يغنيوا لك اون لايف هاد الصباح على ايت راديو ولكن ما جاوش حيت زكريا عنده امتحان اسمع شكرا مزيان. زكريا وشكرا ويجدان اسمع وتمتع اوكي عزيز وغالي فن المثالي نظرة في العالي حيت انت ولد بلادي كسبتي القلوب حيت انت محبوب قلبك طيب سكنتي فؤادي عز وغالي فن المثالي نظرة في العالي حيت انت ولد بلادي سبتي القلوب حيت انت محبوب قلبك طيب
كنت فؤادي يساد جناها يساد جناها يساد جناها يساد جناها. الو كي جاك؟ ها سلام. ايه برافو. ها ها وصفق عليه. لا I'm shocked. ويلي عمرك ما سمعت هذيك؟ لا عمري ما سمعت هذيك. بشار خير is in the place. كاين واحد فرطوطو is in the place. فرطوطو is in the place في الباري. شو سميت الولد اللي غنى دابا؟ تسمى زكريا. اسم زكريا ومع وجدان. تاهي غنعطيك الاغنية كاملة. زكريا زكريا thank you so much حبيبي. شكرا على هذا الكلام اللي قلتي في حقي. ميرسي بوكو. وتيغني واعر صوت واعر. كيغني بزاف. سمعنا ماشي بالكايتي واعره بزاف. غادي نقرا لك شويه من الايميل اللي وصلنا حيت الا ما قريتهمش لك من بعد غادي تكرسوا عليا. من بعد غادي يغوتوا عليا. غادي يخصموا عليا. علاش ما غني؟ علاش حنا صيفطنا ليه؟ قلت لنا غتقولها ليه؟ ما قلتهاش. علاش ما قلتهاش ليه؟ واخا كيلا شيما قالت لك ان انجلش اتونسيون اتنشن نقرايك بلونجلي. At first we want to tell you congratulations for your new hit. المعلم is realizing a big success and the best is yet to come. But the problem is nobody understand what's the meaning of المعلم. Is it a dedication, a shout out for a special one, or it was just about you? يعني واش انت غنيتي المعلم على شي واحد ولا غنيتي المعلم لراسك انت؟ يا كتشرح ليا دابا. Before listening معلم everybody. ولكن كنشرح لك الناس اللي ما كيفهموش لونجلي. لا كنتي كتشوف فيا. راه حنا شوف راه ما جالسينش في القهوه دابا. راه ماشي غير انا وياك الراس في الراس. لا ملي كنتي كتشرح كنتي كتشوف فيا فهمتي. لا غير شفت فيك. الناس ما كيشوفوش هادشي اللي كتشوف فيما بغيتي نشوف فيك. الناس راه كان كيشوف فيا ملي كان كيشرح. عرفتي شنو نقول لك؟ تستاهل الطياره. لا طياره بزاف عليك. واخا قلت لك الوغ قلت لك بيفور ليسن المعلم ايفريبادي تو داد ذا لايكس ويل بي هو المعلم نوت تكلم اور سمثينغ لايك ذات بيكوز يو ار مراكشي سي شيبا. دونك قلت لك ميرسي بوكو بور فوالا لي لايك ذا سونغ سبيشلي ذا فيديو كليب. برافو على الفيديو كليب. الوغ علاش المعلم؟ شكون المعلم؟ شنو المعنى ديال المعلم في الاغنيه؟ شنو المعنى ديال الاغنيه؟ اي ثينك هو بحال اللي قلتي تشيرين اب. يعني تشيرين اب يعني كت بحال اللي كت ماشي كتواسي يعني كتطلع المورال لصديقك او لا ورايفر الانسان اللي عنده مشكله او لا ورايفر او لا شويه فقد الثقه في راسه او لا بغى يطوي شي صفحه خايبه او لا هذا. سو كتقول له انت معلم وحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. تستاهل نضرب الايش. تستاهل طياره. تستاهل كذا. انت احسن من هذاك الشيء اللي كاين. سو انت تستاهل احسن من هذا الشيء. انت معلم بالك عليك من هذاك الشيء اللي داز. and you're okay. انت معلم فهمتني. سو هذاك الشخص اللي جرحك او لا هذا انت احسن منه. انت you're okay. انت you're fine. هذه هي الفكره. واخا خصني شويه الوقت هو دابا باش تشجعوك تقول لي انت راك معلم. يس صافي في كل شيء في جميع الميادين. يس صافي. اي في نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم. زعما اللي خلاك هذاك ما كيفهمش كاع يجي شنو يندم حيت خلاك. اكزاكتلي. وما تسمع اللي خداك ما تبقاش تسمع له عاوتاني ويخداك. انت معلم. انت معلم. تستاهل طياره. لا طياره شويه يعني كتسف لا ماشي بزاف عليك. تستاهل الطياره. الطياره طيح بك امومو. يا ربي السلامه. خيبه هذه باش تحطم الواحد. تستاهل الطياره. لا طياره طيح بك. قلتي انت كاين في كل دومين في كل حاجه كاين المعلم. هو فعلا كيسيون غير الصباح ديال المعلم سعد المجرد. انت معلم وحنا منك نتعلم. انت معلم واحنا منك نتعلم. اوا شكون بالنسبه لك انت سعد مجرد المعلم في الكره؟ واخا انت ما كتبعش الكره. انت ما سوقكش زعما انت تشامبيونز ليغ مع 8 لاروب. البارح قلت لك راه غادي نتفرج عندي كره. ضحكتي خصني نتفرج في الماتش. شكون المعلم في الكره؟ انت ما عندكش مع الكره انت كاع؟ ماشي ما عنديش مع كرة. ما كان زعما ماشي نمشي نتفرج ولا الا كان شي ماتش خصني نمشي نجري نتفرج. واخا شكون المعلم في الكره انت بالنسبه لك؟ ويل منين كنتفرج وكنستمتع عندك جوج ديال الناس باش ما نقلقش. عرفتك كديرها. ايوا صافي. سمي كريستيانو ميسي. صافي كريستيانو ميسي. اوكي صافي كريستيانو ميسي. حتى انت معلم وحنا منك نتعلم. ما تخسر حتى واحد انت. ايان ما تخسر حتى واحد زعما. شكون هو المعلم في الوزاره؟ لا بعيد على هذا الشيء. انا كاع انت ما كتهضرش السياسه انت كاع نهائي. ما متبعش ما متبعش وما ماشي حاجه زعما اللي كان نتبع.
متبع الفن ديالي ومتبع السلم. انت ما سوقكش انت متبع ما سوقكش الوزاره ما سوقكش الواقع ما سوقكش الوزير اللي دمرته خطب وزيره واحده اخرى ما سوقيش ما شغليش كاع داك ما كت ما كتبعوش انت كاع كتصوت ما عمري ما صوت مقيد قبل ما تصيد باقي ما تقيدش ما غتقيد ان شاء الله غنتقيد روطار تسدو تسدو بصح تسدو صافي تسدو مابقاش تقيد الله يقول تنيتها واش نيكست تايم الى حلوا التقياد عاوتاني ما تعرف دونك انت عمرك ما صوتي انت بحكم انه يلا دخلت من الميريكان ماشي بزاف هادي سو اتس ذا فيرست تايم يعني غادي تكون نيكست تايم واخا شكون المعلم في, في بالنسبه لك انت في الماكله شكون المعلم في الطياب الوالده احسن ماكله وشوميشه وشاف موحى هادو ثلاثه دقتين الماكله ديالهم هادو واعرين بزاف عطاني كلاسمون لا تا هما بثلاثه عاوتاني اوكي واخا دونك غنسميوها شوميشه نزها موحى لا ما قلتش انا هاد الكلاسمون تبع لا ماشي كلاسمون كلاسيتهم سميت عاوتاني حيت خلطنا كريستيانو وميسي دابا عاوتاني السميات تبع اللي عزيز عليك هو هذا شكون اللي معلم في الموسيقى يكون مغني يكون برودكتور يكون كيصوب الموسيقى المعلم في الموسيقى شكون هو الوالد ديالي وعاوتاني الجهه الاخرى كاع اها جا اليمنيه امريكان غادي طول دور على اليمن جاكسون مايكل او سيكلير احسن اغنيه مايكل شنو هي هوز باد حلفتي وحلني في شي حاجه وانا من But it's time to get for something. But it's back to step when now we know what's bad. What's bad? Awo! Awo! Wahna minna kint alim. Awo! Inta ma'alim. Wahna minna kint alim. شكون اللي بالنسبه لك انت معلم في اللي كتعرفوا يخرج كل ما معروفش اللي معلم في التحرميات شي واحد فيه القوال بزاف اللي معلم في التحرميات شكون شو المعلم كذا شويه مديك من لونطوراج ديالك اللي معلم في التحرميات هذوك اللي كتشدك تقول لي بون اش بالك اش خاصني ندير دابا هو اللي كيعطيك النصيحه حيت كامل عندنا شي واحد اللي يكون معلم في التحرميات كاين فرق ما بين التحرميات والذكاء لا التحرميات بوزيتيف التحرميات بوزيتيف بوزيتيف ماي مانجر رضا اوكي مانجر ديالي رضا والعقل هو اللي معامل كان شاور ولدي يخمم ولدي يخمم بوقبة تهضر الصباح كيلا غيتا كيلا وفي اللي بغا يهضر معاك الصباح على يتخرجوا غادي نهضر معاك على شي حوايج اللي وقعوا مؤخرا كاين تونس شنو وقع في تونس هذا الويكند تونس سيدي مشينا باش نديروا دو كونسيرت تما اوكي ولكن للاسف المنظمين ما كانوش في المستوى المطلوب واخا ما وجدوش داكشي اللي خصو يكون موجود من ناحيه من لا صال من الماتريال من شو وي اكزاكتومون يعني تقنيا ما وجدوا حتى شي حاجه نهائيا بحكم انه كان صراعات ما بيناتهم هما يعني هذا المنظم كان باغي يجيبني المنظم الاخر كان باغي يجيبني سو شي بغى يهرس شي واخا فصدقوا ما دار حتى شي حاجه ما دار حتى شي حاجه حيت نورمال اللي كيوقع هو انه في لي زارتيست كيكونوا ان كونسير ولا حفله كتاخذ 50% على افونس هي دي موداليتي دو بايمون اللي كيكونوا 50% ما كاش مشكل الفلوس نوب اوكي دونك هي ديجا لافونس كلشي كان كالي كلشي كان مصوب كلشي كان مقاد يا غترجع لتونس انت معقول ترجع لتونس ويلا الا كتب هاد المره هادي يعني تعلمنا واحد الحاجه بحكم انه ما عمرنا ما طرنا لهاد الشيء اللي طرا يعني هاد العامين هادي اللي بدينا فيها خدامين انا لا انا وفان وانا الدراري هذا ما عمرنا ديما كنمشيو لي كونسير كيكون كلشي على ما يرام هاد المره هادي طرا هاد الشيء سو تعلمنا انه نيكست تايم ما يمشي حتى شي واحد فينا لا حتى يكون كل شيء موجود واخا او لا يمشي واحد فينا تما ويشوف يشوف كل شيء زعما شي واحد يمشي يعرف يشوف شنو شو كاين حيت كتكون في شي بلاد واحده اخرى كل شيء كيمشي دقه واحده هذيك الساعه ما كتعرفش كيوقع قبل هضرنا واحد الحاجه هي انه قلتي من بعد هذه عامين تبدلات يعني من بعد انتيب وبزاف حوايج اللي درتي اللي غنيتي في حياتك تبدلات حياتك نتايا لي فان ولاو كثار بزاف كثروا لي فان وليتي كتشوف شي حوايج وعشتي شي حوايج اللي عمرك ما عشتهم قبل سي دوم هذا هو السكسي الشهره هي هذه شنو الحاجه اللي ما عجبكش انت في الشهره ديالك انت التليفون ديالك كيصوني شنو حاجه شكون التليفون ديالك انت انت معلم الحاجه اللي مع الثقافيه ديك الساعه انا وياه في الدار التليفون ديالك لا التليفون ديالك انت شنو الحاجه اللي مزيانه في الشهره شنو الحاجه اللي مزيانه في الشهره فهاد الشهره بزاف
كتكون غادي في الزنقه كتجي بنت كتغوت كتجي كتعنقك زعلا بزاف. شنو حاجه اللي مزيانه وشي حاجه مزياناش؟ الحاجه اللي ما مزياناش هي شحال هادي ما مثلا ما مشيت للسويقه، شحال هادي ما مشيت للسوبر مارشي نتقدى انا راسي، شحال هادي ما مشيت للاماكن عموميه غنشرب قهوه في بلاصه عاديه كيما الناس عادي. ولكن الحوايج زوينين اكثر من هادشي بزاف، اللي هما الحب ديال الناس، اللي هما ومني كنت صغير انا اللي اختاريت هادشي، يعني انا اللي اختاريت هاد الدومين. ولكن هاد ديك القوله اللي كيقولوا سميتو كيقولوا ان كل حاجه عندها ضريبه، ياك ضريبه الشهره كيقولوها ضريبه الشهره اكزاكتلي. فضريبه الشهره هي هادي، ما كنتش عارفه انا منين اختاريت هاد الميدان، مي انا قابله ليها لانه كان الاختيار ديالي وفرحان بزاف، ما عنديش المشكل حتى الا كان داكشي اللي توحشتو ما بقيتش كنديرو، مثلا بحال نكون عادي بحال الناس، نخرج وقتاش ما بغيت، نتمشى فين ما بغيت، نمشي للسويقه، نمشي فين ما بغيت. السويقه توحش السويقه، قلتها جوج مرات بغيتي تمشي تقدا المعلم نديك تقدا المعلم anyways ولكن I'm good الحمد لله بخير صافا. اللي خاصكم تعرفوا على السعد المجرد هو انه من صغرو هو باغي يولي مغني، من صغرو هو كيحلم بهذا الشيء اللي كيعيشوا دابا، من صغرو تقاتل بزاف في باكاش سلاح، حيت ماكاش سلاح باش يشرح لوالديه انه باغي ينجح، باغي يولي مغني، ماشي كلشي تقبل هذه المساله هذه. خاصكم تعرفوا انه السعد شي واحد اللي وحداني، واخا هو دايرين بالناس بزاف وعزيز عليه يكون وحداني بوحدو. خاصكم تعرفوا انه السعد شحال راس النظار مش كصغير، ضرب شي سلاتات، درتي شي سلاتات نتايا، كيمشي عند ولاد عمو كيجلس معاهم، ياك هما اللي كيمشي عنده، فاش كيتقلق صافي كيمشي تماك كيجمع معاهم صافي، حيت كان باغي يوصل. وتا امريكان نتايا فاش شلاها باش تيلاها بزز، داكشي ديال بزز باش تعرفوا مومو صاحبي، ما كاينش ماشي كاع الناس كلشي كيعرفوا هاد المسائل، واول مره فاجئني وكيقولها في لونتين. وعمرك عمرك قلتها لي هادشي كله؟ قلتو لك هادشي قلتي لي سير متأكد؟ ها واخويا الله يكملك بالخير، الله يكملك بالخير، هادشي ديك داك السكات واخويا الله يكمل عليك بالخير اخو. لا حيت كاين شي حوايج اللي الناس ما كيكونوش عارفينهم على على كتجي سهله كيشوفوك دابا انت، كاين اللي يعرفك يلاه يعرفك في انتي مثلا، عمرهم كان كيعرفك قبل، عرفك كيلعرف كيف انتي. بالنسبه لي انت يلاه جيتي يلاه غنيتي يلاه بديتي، انت من الصغر ديالك كنت كتحلم بهذا الشيء، انت من الصغر ديالك كنت باغي هذا الشيء، من الصغر انت كتقاتل ضد الجميع باش توصل لهذا الشيء اللي وصلتي ليه، وحلمتي في الصغر ديالك وفي وسط الراس ديالك وحلمتي بزاف، ما كانتش سهله ياك، كانت صعيبه وي ما سهلاش. ما تحاولكمش فوالا ما تحاولوش باش تغني وباش توصل وباش دير دي ايت دي تيوب، راه ما كتجيش غير خاص واحد من الصغر ديالو هو سنوات هو كيحلم بهذا الشيء اللي كيعيشو. ونتمنى لك داكشي، قلت لك نتمنى لك اخويا خصني نعرف شنو نتمنى لك، نتمنى لك الخير ونتمنى لك ان شاء الله المزيد وكثر، حيت يو ديزيرف ات مان. ثانك يو ثانك يو يو ديزيرف ات تستاهلو اكيد جد. وحنا منك نتعلم، انت معلم وحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نوفل السلام عليكم. صباح الخير عليكم السلام. متقل معلم صباح النور. صباح الخير معلم. صباح الخير. صباح الخير خويا سعد. صباح النور نوفل. صباح النور خويا. خويا بغيت غير نقول لك لاجات على خاطرك فيليسيتاسيون بوغ لا شونسون الجديده، مي فريمون فريمون تبارك الله عليك، فيها ريتم خليجي داكشي غزال، ما عندي ما يسالك اخويا سعد. الله يحفظك انا وفي ميرسي بوكو. الله يحفظك خاي سعد، عندي لك واحد بتيت كاستيون لجات على خاطرك. تفضل. واش انت برشاوي ولا ريالي؟ ما يقولش، انا نقولك ما يقولش، ما يقولش غايقول اخي مومو غايقول. شي ما غاديش نقول والله. شوف نوفل. وي خويا. شوف غادي ما كاينش كثر من الله وحق الله العلي العظيم، ما متبع لا بارسا ولا ريال، ولكن يعني كنتفرج في الكلاسيكو ملي كيكون كلاسيكو كنمشي كنتفرج لانه ممتع هذا الشيء والماتش كيكون ممتع. ولكن يعني ما منحاز لا لهذا ولا لهذا. انت مع الربحه لا ماشي مع الربحه، انت مع اللي كان، انت مع الكره، انت مع الكره صافي. كنسمعك الناس كيقولوا كان قلت انا مع البارون وصافي. غيتا صباح النور. بونجور. لاباس عليك؟ صحه لاباس؟ صحه وي فوزالي بيان صافا. بونجور سعد. بونجور لالا. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bon, Inti. Il faut que je te. En fait, il faut que je te raconte une petite histoire. C'est que Anna, je fais partie des gens. Les machines, juste pour. Comme j'ai expliqué, j'ai résisté un peu à.
à tes chansons, à chaque fois j'étais un peu sceptique. Et surtout là pour Nelm, quand j'ai entendu le teasing, quand on me dit qu'est-ce qui va se passer, c'est bizarre. Et j'ai entendu un nom mon mari, qu'on a mis sur terre, mais qu'on a fait des matériels. Et en fait, dès que ce n'est ça, et surtout quand j'ai vu le clip, et ben franchement, je te félicite, j'ai été bluffée. Même si au début j'y ai pas beaucoup cru, mais franchement j'ai beaucoup aimé et je suis sûre que ça va cartonner. Je suis clip à l'âge qui va se candier à faire ce qu'on fait le clip. Quand tu montes de qui ne blend zouinet le clip. Ah ouais, elles sont très belles. Bnat zouinat, bnat zouinat li fklip. Kina ma kinach. Kaychtrou wahed blasa f Marrakech, yak? Oui. Kina ma kinach. Oui, kaina. Je sais pas si c'est Marrakech ou pas Marrakech. Là, kaychtrou f Marrakech, ana kanrafou hada fihom. Ah, d'accord. Ouais, smita Gantari, ou ma chnou, Gantari ou ma. En tout cas, le décor, vraiment le tout, c'était original, ça change, ça c'est très important, je pense. Même pour les... Non, en fait, il faut savoir un truc. Comment j'ai vu le clip? À travers un commentaire négatif sur Facebook. Et il y avait quelqu'un qui a dit un truc. Je me suis dit, ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Ouais. Ça a eu l'effet inverse. J'ai adoré. Donc voilà, parfois même le négatif, ça t'a apporté du positif. C'est cool. Exactly. Possible. Bon, merci à toi. Voilà. Merci. Rita, merci. Rita, Saraha. Rita, thank you so much. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup. Et Saraha, il faut que tu saches que j'ai un ami qui te ressemble énormément. Il s'appelle Brahim. Je lui fais de gros bisous. Je fais des bisous à Mara et à mon mari Amin. Et je vous dis merci, merci beaucoup. Et bonne continuation à des moments. Merci à toi. Merci beaucoup, Rita. Merci beaucoup. شكرا شكرا لسعد بزردة الصباح. انت معلم واحنا منك نتعلم. واو انت معلم واحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود. الناس اللي خدامين اجي تشوفوا في الفيديو من بعد الناس اللي خدامين في الموسيقى فاش كيكونوا المغنيين البروديكتور فاش كيكون كيتصنت شي ديسك مثلا فهمتي كيبقى يحرك يديه فهمتي كيدير لي زيفي بيديه. انت معلم واحنا منك نتعلم. انت احنا فينا كمان جالا يشون دا غادي نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم تستاهل الطيارة الطيارة تطيح بك سعد واش كاين شي سؤال اللي ما سولتوش ليك اللي كنتي باغيني نسولو ليك صراحة ما فكرتش سو انت الا باقي عندك شي سؤال سولني انا حاجه وحده غندير ديديكا سبيسيال امير رواني اللي صوب لي صوب لو ريزاتور دو كليب يس سلام ليه الصباح كاع ليكيب ديالك كنت باغيك تسولني على شنو يعني شكون مول هاد الفكره ديال الميوزيك فيديو شكون مول هاد اللعيبات شكون سو امير رواني امير رواني اللي كان كيقدم لي تحيه كبيره وكنقول له ثانك يو سو ماتش على هاد الفكره الزوينه اللي خرجتي بها وامير رواني هيز ا جود فريند دابا صاحبي بزاف و هيز برو هيز ا برو هيز ا برو برادر فلاندر مادر يس هو وكنقول له برافو غادي يكون عنده حوايج زوينين ان شاء الله في رمضان غادي يكون عنده حوايج زوينين وبغيت نقول غتكون انت في رمضان not confirmed مازال ما يلا تخبي واخا وبغيت نقول ثانك يو لجلال الحمداوي حيت هو اللي حيت هو مول الفكره ومول الكلام ومول التوزيع ومول اللحن سو ثانك يو جلال الحمداوي وتبارك الله على الكرو كله وميرسي مومو شكرا مرحبا ميرسي بوكو سعد بجدار الصباح كمان قبل المعلم على يتخرج